باذنجان رومي متقور، وهوريكم دلوقتي يعني ايه متقور، وواخده التقوير بتاعه مقطعاه مكعبات علشان هستخدمه في الحشوه. معانا ايه كمان؟ معايا في الحشوه لحمه مفرومه ومستخدمه تقوير الباذنجان اللي هو ده. ادي تقوير الباذنجان اهو، واخدينه مقطعينه مكعبات صغيره كده علشان نستخدمه معانا في الحشوه. معايا ايه كمان؟ بصل مفروم، فلفل الوان مفروم، فلفل حامي مفروم، معلقتين كبار من الثوم المفروم، ومعايا كمان طماطم مكعبات، مشروم متقطع، زبده وزيت، بهارات لحمه، بابريكا وملح وفلفل اسود. بصي يا حمدي كده، ده شكل البتنجان بتاعنا، وانا عايزه العنقود بتاعه ده يبقى موجود معايا علشان هستخدمه في التزيين بتاع الوصفه نفسها بالشكل ده كده. ده منظر البتنجانيه من جوه معموله بالشكل ده، واخدين الحشو اللي جوه بالشكل ده كده اهو، معورينه ومقطعينه بالسكينه، وسايبين من جوه لحم، مسايبه من جوه لحم للبتنجان، ما يبقاش رقيق قوي، مش زي البتنجان المحشي اللي هو اللي احنا بنعمله محشي اللي هو البتنجان العروس، لا انا عايزاه اللي هو يكون ملحم من جوه، فيه لحم، علشان لما احطها وابدا ان انا اسويها ما تبداش ان هي تبقى رقيقه خالص وتفتح مني في الفرن. طيب هعمل ايه؟ عندي على النار وق سخن زي ما قلت لحضراتكم، ادام مستخدمه زيت زبده يبقى هحط الزيت الاول حبه حلوين كده، واروح نازله بالزبده، وادي المعلقه بتاعتنا اهي، وهعمل اول حاجه ايه؟ عندي لحمه مفرومه وعندي بصل وعندي مكونات كتير، بس انا محتاجه ان اللحمه ما تنزلش معايا سويه، فمعنى كده ان انا هاخد اللحمه الاول على نار عاليه، ابدا اديها صدمه مع رشه مش ملح، رشه فلفل اسود، ويتغير اللون بتاعها، وبعد كده ابدا ان انا انزل بباقي المكونات، ولازم النار تبقى عاليه علشان ما تنزليش اي ميه ولا اي سوائل معايا. رشه حلوه كده من الفلفل الاسود، اوعوا توطوا النار، النار تبقى عاليه بالشكل ده كده، يتغير اللون بتاعها خالص، وابدا بقى ساعتها انزل المكونات اللي انا عايزاها. بس هقول لكم على حاجه، انا عندي بصل وعندي ثوم وعندي طماطم وعندي مشروم، ايه اللي ينزل قبل ايه؟ هنزل المشروم الاول. ليه؟ علشان انا عايزاه يتشعوط كده ويبدا ان هو يتشرب مع اللحمه قبل ما انزل برده حاجه فيها سوائل. ايه الحاجات اللي فيها سوائل؟ البصل فيه سوائل، والطماطم فيها سوائل، الفلفل فيها سوائل، فعلشان كده هنزل بالمشروم الاول علشان يبدا ان هو يتشعوط مع اللحمه وهو على نار عاليه كده. بسم الله. خلينا متفقين ان الحاجه اللي فيها سوائل هتنزل في الاخر خالص. بالشكل ده كده الحشوه نفسها والله تتاكل لوحدها. طيب نونا، واحنا البتنجان ده مش هنقليه ولا اي حاجه، لا هنحشيه وهو ني كده، وهياخد تسويته كلها جوه الفرن مع حبه صلصه طماطم حلوين كده، وشوفوا بقى شكلها في الاخر هتطلع عامله ازاي. قبل ما انزل برضو البصل وكل المكونات اللي فيها سوائل، هنزل البتنجان الرومي او القلب البتنجان الرومي اللي احنا خدناه من تقوير البتنجان علشان استفاد بيه. طيب نونا، لو انا بقى عايزه اخد البتنجان ده اعمل بيه وصفه تانية اللي هو التقوير ده، اعمل بيه ايه؟ انا ممكن اعمل بيه بابا غنوج. ايه ده وهو ني كده؟ تحطيه على النار مع حبه من الزيت، وتبداي ان انت تشوحيه 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 لحد ما يدبل ويدخل معاكي في التسويه خالص. ترجعي بعد كده تحطيه في الكبه، تحطي معاه طحينه، تحطي معاه فصوص ثوم، ممكن تسوي الثوم معاه برده على النار بقى، وتتبليه ملح وفلفل اسود او ملح وكمون وشطه، بقى عندك سلطه بابا غنوج بالبتنجان من غير ما تشوي اي بتنجان ولا اي حاجه. بس كده بالمنظر ده ابدا بقى احط المكونات الباقيه بتاعتي. عندي بصل وعندي طماطم وفلفل كله مع بعضه كده، بسم الله ما شاء الله، الخليط نفسه هيبقى رهيب. طماطم
حطيت المكونات دلوقتي مش شرط ايه قبل ايه، اهم حاجه ان انا حطيت في الاول خالص الحاجات اللي انا مش عايزه ان هي يبقى طايلها سوير. فلفل حامي، ثوم، معايا بقى المكونات التانية اللي هي حبة بابريكا، كزبرة ناشفة، شوية فلفل اسود كمان، الملح بقى الحياء بتاعنا، بالشكل ده كده. شايفين الحشوة؟ نونا مش شايفة ان الحشوة دي كتيرة شوية على الكام بتنجانية اللي انت عاملاهم دول؟ انا شايفة ان هم كتار. عفوا، شايفه ان هم كتار، بس انا باقي الحشوه انا هحطه في الارضيه تحت البتنجان، علشان لو انت عايزه، في ناس بتعمل جنب المسقعه، ناس اسكندرانيه بتهيألي بيعملوا جنب المسقعه رز واحده وواحده، فلو انت عايزه تعملي حبه رز جنبيها مش هتقول لك لا، عايزه تعملي حبه رز بشعريه ماشي، عايزه تحطي حبه رز ابيض ماشي، فيبقى خدتي البتنجانيه وهي مستويه وفيها اللحمه المفرومه والحشوه، حطيتيها وجنبها طبق رز. طيب انا خلاص البتنجانيه بتاعتي خلصت وعايزه بقى احط حبه حشوه تاني على الرز، اجيبهم منين؟ من اللي بيبقى مستوي في الارضيه، بياخد تطعيمه حلوه قوي وتسويه في منتهى الجمال. بص كده يا حمدي، بدا، شايف بدات السوائل تنزل اهي من البصل والطماطم والفلفل اللي احنا حاطينه. طيب انا هسيبها تستوي منها فيها، هل ينفع ان انا احط لها ميه من بره؟ طب واحط لها ميه من بره ليه؟ ما هي اصلا هتنزل سوائل، انا مش عايزه ان هي يدخل لها اي عوامل خارجيه. شايفين الشكل؟ ريحته الله اكبر عليه. هبدا ادوق الحياء بتاعها واشوف هي محتاجه ملح ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. حلوه قوي قوي بجد، سبايسي شويه، انا كنت بحب الحاجه السبايسي قوي، بس من بعد العمليه بتاعتي وانا السبايسي بالنسبه لي تحسه اكنه عدوي، مش عارفه ليه ايه اللي حصل بالظبط، بس هي دلوقتي ما باكلش اي حاجه سبايسي، بس الحياء بتاعها حلو. الحياء يعني ايه؟ علشان البنات اللي بتتفرج عليا اللي لسه داخله مطبخ جديد ولسه ما تعرفش يعني ايه حياء، الحياء ده يعني الملح، يعني التحديقه بتاعت الاكل، يعني ان انت تظبطي الملح بتاع الاكل وتتبليه حلو. انا كده بالنسبه لي تمام. بصي يا حمدي المنظر كده كله استوى معايا، البتنجان واللحمه وتمام وزي الفل. ابدا بقى اشيل كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بنحشي البتنجان وابدا ان انا ارص كده، ولا بنقلي ولا اي حاجه، حاجه خفيفه ولا حاطين فيها زيت قلينا البتنجان ولا الكلام ده كله، مسقعه بالصلصه والثوم والبتنجان المفروم، حاجه كده في منتهى الطعامه. بقول لكم عملتها من كذا سنه، اول برنامج بتاع كان اول برنامج ليا في البلدي في بانوراما فود، كان الغالي يرخص لك، الكلام ده كان من 2017 متهيألي، 2017 كان اول برنامج اعمله على القناه، وكنت عامله الوصفه دي ساعتها وكنت مصوراها ومنزلاها عندي على الصفحه، بجد كانت يعني كانت رهيبه، تأمرني يا حمدي عيوني. بصوا كده نخلص بس حشو، طب ونطلع فاصل بعد ايه بقى؟ بصوا كده بتدخل بقى الفرن، وهنبدا ان احنا هنعمل ايه؟ هندخل نعمل ايه دلوقتي؟ هناخد صلصه الطماطم اللي احنا ضاربينها دي، وهبدا ان انا بالشكل ده كده، وهبدا ان انا اخففها شويه واسقي بيها البتنجان من فوق، واروح قافلها فويل بقى واحط في الفرن يا ست الكل، وسيبيها تعيش مع نفسها، تطلعي كده حته بتنجانيه تحطيها مع حبه الرز كده، يا نهار ابيض على الجمال، بالشكل ده كده. المنظر ده الباقي ده كله طبعا نجيب سباتشولا عشان ما نجرحش الوك بتاعنا، وننزل كل الباقي ده كله كده في الارضيه. اللي في الارضيه بقى لما يتسقي صلصه كمان ويبدا ان هو يستوي معانا، يعني هتاكلوه
مع حبة رز كده ولا تغمزوه بالعيش يا سيدي عليه. أبدأ بقى أعمل كده، نخففها بشوية مية سخنين. ونتبلها ملح وفلفل اسود ونبدأ ان احنا نسقي بيها كده. تمام وزي الفل، ما نحطهاش كده وخلاص، لا نتبلها هي كمان علشان تدينا تطعيمة حلوة قوي. نبدأ بقى ان احنا نقلب ده كله مع بعضه كده ونبدأ نسقي الحلويات اللي قدامنا دي. بالراحة خالص، محدش بيجري وراكي، بس انا حتى لما بزود عادي، انا عايزة انزل على البتنجانية، عايزة انزل على البتنجانية من بره علشان تتسقي بالشكل ده كده، شايفين؟ وراح حاطة الباقي في الارضية. بالمنظر ده وابدأ ان انا اغطي بالشكل ده كده علشان هي لما هتستوي معايا هتطلع برضو تتقدم بالشكل ده. فويل، الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة؟ نعم. لا مش مستاهلة. خلص الصنف بتاعنا، خد مننا وقت ما خدش مننا وقت، مجرد ما حضرتك بتتفرجي كده على الحلقة، قولي لو عندك بتنجان رومي ولا الخضر اللي تحت البيت نزلوا له السبت ايه، يحط لك 2 كيلو بتنجان رومي ويبقى مدور، بلاش اللي هو الطويل، علشان تبداي ان انت ايه يبقى ليه قاعده كده ويبقى ليه شكل كويس ساعه التقديم. ترجعي بعد كده تقوريه وتاخدي التقويل بتاعه تحطيه على جنب، ترشي عليه رشه ملح، البتنجان نفسه وترشي عليه رشه ملح من جوه لحد ما تخلصيه، وترجعي تروحي مع الصاجه التعصيجه اللي احنا عملناها دي وتبداي تحشي بيها وتحطي في الارضيه، وصحتين وعافيه على عيالهم. بص ايه اللي جوه البتنجانيه، يلا يا حمدي. بص المنظر، نعمل كده كمان، نعمل كده. بالشكل ده ادي البتنجانيه اللي باللحمه المفرومه، او شكل جديد للمسقعه علشان تتقدم جنب رز ابيض بالشكل ده.